قبل كده كنا بنقول ان الحكم هوى، ولو كرة اصطدمت بالحكم بيستمر اللعب. النهارده الكلام ده كان انفير، الكلام ده التعديل الجديد بيقول ان الحكم هنا لو اصطدمت بيه الكوره ودخلت المرمى، او لو اصطدمت بيه الكوره وغيرت الاستحواذ وراحت لفرقه ثانيه، او حتى اصطدمت بيه وراحت لنفس الفرقه بس غيرت الهجمه وخلقت منها هجمه واعده او فرصه محققه، هنا يجب على الحكم ايقاف المباراه واسقاط الكوره للفريق اللي كان معاه الكوره قبل ما تصطدم.